انطلاق موافق أعزائي الجمهور والحضور الكريم 13 من الجيادة العربية الأصيلة المبتدئة، وانطلاقة الشوط مع الجواد حرير الهنا ملك السيد ركان خميس قاسم أبو الزلف، ومن الجهة الخارجية محاولة لخطف الصدارة من بعض الجياد، هناك الجواد خفوقي من الجهة الخارجية، ومن وسط الجياد محاولة لخطف الصدارة من الجواد ريم بروغ، ومن الجهة الداخلية هناك شعار البرتقالي غزوة إدخان، من الجهة الداخلية ملك السيد راشد عنترك المنخس المري وخفوقي تخطف الصدارة بشكل جميل وهادئ، والمنعطف الأول باتجاه إلى المنعطف الأخير وصدارة جميلة وقوية مع الجواد خفوق إشعيل بن خليفة الكواري وستيفان لجاج في الوصفة، هناك الجواد غزوة إدخان، ومن الجهة الخارجية درهام النايف ملك السيد جاسم بن علي محمد العطية، ولكن خفوقي بفارق عن الجياد وبوضع جميل تقدم من وسط الجياد، سيرة النايف الشيخ ركان بن عبد الله بن ناصر الثاني والخيال مارفن سورلاند، ولكن الصدارة بفارق بعيد خفوق إشعيل بن خليفة الكواري جاسم الغزالي وستيفان لجاج في شكل جميل وصدارة جميلة وقوية، تهاني والتبركات أخر ولحق من سيرة النايم ملك السيد ملك الشيخ ركان بن عبد الله بن ناصر الثاني، والمركز الثالث الجواد درهام النايف ملك السيد جاسم. ونتائج الشوط الأول أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاء في المركز الأول الجواد رقم 6 خفوقي ملك السيد شعيب بن خليفة الكواري والمدرب جاسم الغزالي والخيال ستيفان لجاج مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 7 سيرة النايف ملك الشيخ ركان بن عبد الله بن ناصر الثاني والخيال مارفن سورلاند. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 3 درهام النايف ملك السيد جاسم بن علي بن محمد العطية والخيال هاري بنتلي. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 11 غزوة إدخان ملك السيد راشد عنتر كردي منخس المري والخيال غاري كارتر. وفي الترتيب الخامس الجواد رقم 13 شقراء الجزيرة ملك السيد حسن بن علي المطوي والخيال ماركو مونتريسو. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ أعزائي الجمهور. ننتقل معكم إلى بطولة السابق والمرحلة الأولى